انا محمد على اخو كروان مشاكل. كروان مشاكل بيلعب بالفلوس لعبه ومش عايز يساعد اخوه. اخوه مش لاقي ياكل، مش عايز يقف جنبي، مش عايز يعمل لي حمله ولا اي حاجه، وبيلعب بالفلوس لعبه ويروح كبريات ويصرف ويضيع، بدل ما يقف جنب اخوك ساعده. تنزل تكسر لي الشقه وتقول لي ما تفتحش لايفات، ليه يا كروان كده؟ المفروض تقف جنبي وتساعدني. انت لما كنت محبوس كنت باجي لك من الساعه 5 الصبح، ما كنتش بسيبك، ليه تعمل كده؟ واقول عزم الله وتشتمني تقول لي اعور. في حد يقول كده على اخوه دم ولحمه؟ اخوك قال لك اعور؟ اه. ليه؟ قال لي اعور والله، ده قايل في فيديو ويقول ماليش اخوات غير اخ اسامه بس. ليه يا كروان كده؟ يا كروان ده انا ما كنتش بسيبك في حاجه. هنا اخ يقول اخوي اعور؟ اه والله. ده فيديو. ليه اعور؟ فيديو هو اللي رفعه وعامله عنده، ما اعرفش ليه. رفع الفيديو عنده على الصفحه ومسحه لما الناس قالت له. هو ايه اللي حصل بينك وبين كروان؟ عشان بفتح لايفات. عشان بتفتح لايفات بس. قال لك ايه بقى؟ قال لي مش قلت لك ما تفتحش لايفات تاني؟ ونزل عورني بالقطر هنا في دماغي. كروان عمل كده؟ اه. هو انت مش ابن ابو امه ولا ايه؟ اه اخو ابن ابو امه والناس كلها عارفه كده. في اخ يعمل في اخوه كده؟ اه هو عمل كده. عمل ايه كمان؟ بس وقال لي ما تفتحش لايفات، وخد تليفون كسرهولي وخرب الدنيا. ما اعرفش ليه بيعمل معايا كده، مش عايز يقف جنبه ولا يساعدني ولا يعمل لي حمله. انت عايز ايه بقى؟ انت ظروفك ايه؟ دنيتك فيها ايه؟ انا ظروفي تعبانه والدنيا بايظه معاهم، ما بقدرش اشتغل. انا معايا كان اعاقه رجلي تعباني ونظري تعبني. ما هو طلع شتمني بنظري وتنمر عليا. تنمر عليك؟ اه تنمر عليا قدام الناس كلها في الفيديو، طلع شتمني. رحت قلت له انا محتاج فلوس، محتاج مساعده؟ قلت له ما رضيش يديني. انت شغال ايه؟ انا كان معايا التوك توك شغال عليه وهو بايظ دلوقتي، مش عارف تصلحه. مش عارف والله اصلحه. قلت له اديني فلوس يا كروان اصلحه. قال لي لا انا مش هديك حاجه. كروان كان شغال ايه قبل الشهره؟ على التوك توك برضه. نفس التوك توك ده؟ لا هو معاه توك توك وانا معاه توك توك. ومين اللي معلمه السواقه؟ انا. يعني انت اللي علمت كروان السواقه؟ انا اللي معلمه السواقه، وكنت بقف جنبه وما بسيبوش في حاجه خالص. انت اللي طلعت كروان مشاكل وساعدته وعملت كل حاجه؟ وكنت بروح معاه ورحت معاه كذا حته، ورحنا صورنا في كذا مكان، وكنت بروح والناس عارفاني وعارفين اللي انا اخوه. وقتها كان بيقول لك ايه؟ كان عادي بروح معاه وباجي، وساعات ما اروح قصر الكبابجي كنت رايح معاه. اه بس رحت معاه المطاعم، مش عايزين نذكر اسم حاجه، رحت معاه المطاعم ورحت معاه كل حاجه. اه ما كنتش بسيبه. ولما الفلوس لعبت في ايده ما عرفنيش. قال لك مش اخويا؟ قال لك مش اخويا، وعامل فيديو كده على صفحته. في اخ يقول على اخوه مش اخوه؟ كروان مشاكل قال كده، مع ان انا ما رضاش اقولها. لو ايه اللي حصل؟ يعني قال لك انك انت مش اخوه؟ قال لي ان انا مش اخوه. حسيت بايه؟ هو قال في فيديو كده نصا انا في واحد اعور بيطلع يقول، يعني قول اللي هو قاله. قال واحد اعور بيطلع بيقول ان اخويا. اه. وانا ماليش اخوات، مع ان انا اخوه، والبطاقه تثبت وكل حاجه تثبت. والشكل كمان، الشكل كفايه. حسيت بايه لما قال لك ان هو مش ان ده مش اخويا؟ حسيت بايه؟ اتوجعت. ازاي انت تقول مش اخويا؟ لما كنت بروح لك اقف من الساعه 5 الصبح وانت محبوس في اسم التجمع في قضيه المطبخ. اه. ليه تقول كده على اخوه؟ ما حاولتش تدخل ابوك في الحوار ده؟ ابويا تعبان ربنا يشفيه. طب اخوك الثالث؟ لا مالوش دعوه. مش شاغل نفسه بالشهره؟ اه بالظبط. لا. باي حاجه؟ لا. هو ايه السبب اللي مخليه مش عايزك تتشهر اصلا؟ هو مش عايزني اطلع. يقول لي لا مش هتطلع، انت عايز تطلع وتتشهر على حسي؟ ده قافل لي 33 ايميل تيك توك. 33؟ اه والله. الرزق بتاع ربنا مش بتاعه. طب ما انا قلت له كده، قلت له يا كروان الرزق بتاع ربنا، ما بجيبش سيرتك ولا بقول اللي انا اخوك، سيبني في حالي. يقول لي لا مش هسيبك وما تفتحش. يقول لي انا بفوز اعمل اي حاجه. معاه كتير؟ اه. بيجي له دعم؟ اه بيجي له دعم، بس قد ايه ما اعرفش. كروان بيصرف فلوس على ايه؟ بيروح كبريات وعلى الحريم وبيضيع، بس على حد تاني لكن ما بيصرفش. كان اتحبس اخر من شهر كده، كان ليه اتحبس؟ اتحبس بسبب المشكله بتاعتي، كنت متخانق معاه، وفي مع احترامي للصحفيين صحفي طلع كدب الموضوع. يعني ايه اللي حصل انت معاك؟ مالناش دعوه بالتكذيب، ايه اللي حصل معاك انت؟ قول الحقيقه. هو نزل خبط عليا قال لي انا مش قلت لك ما تفتحش لايفات، اما خبطني بالقطر في دماغي، وراح الاسم لما رحنا تعمل له محضر راح الاسم هناك حجزوه وطلع نيابه تاني يوم، ورحت الصبح اتنزلت له عشان كروان اخويا. اخويا اتنزلت بعد ما اتحبس؟ اه اتنزلت بعد ما اتحبس. بعد ما خرج قال لك ايه؟ بعد ما خرج راح عمل ترند. اه.
عمل ايه بقى؟ عمل ترند وقال لك انا كنت محبوس بسبب شيء. بس هو كان محبوس بسبب انا. بسبب ان هو ضربك وتعدى عليه. ضرب اخوه. بتحس بايه كده؟ قول لي احساسك وشعورك ان اخوك يضربك وينكر انك هو انك انت اخوه اصلا. بزعل وبتوجع طبعا، بتوجع جامد. ليه تقول على اخوك كده؟ مع ان انا المفروض اقول لو هتتكلم اقول اللي انت مش اخويا، انت اللي كنت بتلبس فساتين بناتي والناس كانت بتقول عليك شاذ، الناس كلها وعارفين اللي انت كده يا كروان مش انا. انا ما طلعتش لبست باروكه وروحت لفلان ضربني، ولا كنت بطلع ارقص زي البنات والبس لبس بنات يا كروان يا مشاكل. ودي حقيقه انت عملتها والفيديوهات لسه موجوده. يعني طبعا الكلام على مسؤوليتك الحته دي الناس بتقول عليك شاذ دي. الناس كلها بتقول عليه كده. الناس بتقول عليه كده؟ ليه بقى؟ لا عشان انا لو شفته هقول طبيعي شاذ. واحد لابس لي تيشيرت بسره وبودي وشبشب بكعب وباروكه، هقول عليه ايه؟ بيلبس فساتين بنات ازاي؟ بيلبس تيشيرتاته بيقصها بودي اهوت بناتي وباروكه وشبشب بكعب. طب شفت عليه حاجه انك تقول ده اتهام خطير؟ يعني شفت عليه حاجه انك تقول كده؟ يعني انت طبعا صاحب المسؤوليه في الكلام ده. لا انا ما شفتش عليه حاجه، بس بشوف الناس بتقول. الناس بتقول عليا. لو كروان قدامك دلوقتي تحب تقول له ايه؟ اقول له مالكش غير اخوك، وانا ماليش غير اخويا، وما اقدرش، وعيب ان انا اطلع اقول ماليش اخوات. يعني انت بعد ده كله ولو في حاجه مع اخويا هقف معاه، ما اقدرش اسيبه. يعني الواحد حكايه مؤثره وحاجه، انا مش عارف اقول ايه لما يبقى اخ مليونير والاخ التاني مش لاقي. ربنا يسامحه، انا مش هقول غير ربنا يسامحه. انت بعد ده كله ربنا يسامحه. بعد ده كله عايز ربنا يسامحه وبيقول ان ربنا يسامحه. وانا لو كنت عايز ترند وشهرة يا كروان ما كنتش اتنزلت لك على المحضر. المواقع كلها كتبت على المحضر اللي انت كنت محبوس بسببي، والدنيا كلها عارفه كده، بس انا اتنزلت لك. الرساله دي انا بوجهها لك، لو كنت عايز ترند ما كنتش اتنزلت لك، وكان زماني في حته تانية، وانت عارف كده كويس يا كروان. لو انت حابب توصل رساله لحد من مشاهير التيك توك مين وتقول له ايه؟ انا عايز شاكر يقف جنبي ومداهم ويعملوا لي حمله خير. تحب تقول لهم ايه تاني؟ واحب اشكرهم شاكر ومداهم. عندك حاجه تانيه تحب تقولها؟ لا، واشكر الناس كلها وكله وقف في ظهري. مصر في كل مكان زي ما حضراتكم شايفين، شقيق كروان مشاكل، الاخ مليونير والتاني مش لاقي ياكل. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه ونشوفكم في لايف جديد.